أساسيات سوق العملات المشفرة بشكل عام لا زالت كما هي. أما بالنسبة للبيتكوين على يعني صراحة أنا تحديد، الأساسيات ما بفهمها، لأنه لا يعني هو تبين أنه البيتكوين منه هيدج أجنست ولا أمر اقتصادي، فبالتالي مش واضح يعني ما هي أصلا الأساسيات، ما العوامل التي تؤثر على البيتكوين بالوقت الحاضر؟ البيتكوين برأيي أنا تصنيفها الصحيح الوحيد المنطقي أنها أول سلعة رقمية ثمينة. هذا أسد كلاس جديد بشكل عام، في بعض التشابه فيه في بعض الأسد كلاسز في مراحل معينة من الماركت سايكل، ويتشابه مع أسد كلاسز مختلفة قد تكون حتى يعني عكس الأسد كلاسز الأولى في مراحل اقتصادية ثانية. بمعنى آخر البيتكوين تحديدا في له مراحل خلال الدورة الاقتصادية بيلعب دور أداة التحوط أو الهيدج أسيت، في بعض الحالات بيلعب دور الريسك بلاي. في المرحلة اللي إحنا فيها الآن عم بنشوف أن البيتكوين بتداول بطريقة أقرب للسايد ويز، بالرغم من أنه الحركات عم بتكون كبيرة، وأي حدا من برا سوق الكريبتو بشكل عام بيشوفها تو فوليتايل. إحنا يعني كمستثمرين في هذا المجال من أكثر من 10 سنوات، بالنسبة لأن هاي التحركات أصبحت طبيعية، البيتكوين بتحرك برينج واسع جدا. وإحنا أكثر من مرة صرحنا خلال السنة هاي إنه البيتكوين التريدينج رينج تبعه راح يتجاوز ال20,000 دولار، وقد يتجاوز العشرة بيوم واحد. لكن هو بطبيعته زي هيك. أنا برأيي البيتكوين خلال السنوات القليلة القادمة راح يبدأ أكثر تو يعني خلينا نحكي يلتزم بصورة ثابتة لإله، ويلتزم بتصنيف ثابت لإله، لأنه اليوم البيتكوين عم بتغير مع العجلة الاقتصادية والماركت سايكل. ماذا عن الموضوع، يعني هل تعتقد أنه الموضوع الجيوسياسي بيأثر إما بابتعاد عن أخذ المخاطر وبالتالي البيع أو ماذا؟ يعني اليوم هل برأيك أنه ما نراه بالأسواق من مخاوف، مثلا النفط على ارتفاع، من المفترض أنه المخاوف بالمنطقة بتؤدي إلى ابتعاد عن أخذ المخاطر، بالتالي هل هذا الريسك أفرس سنتمنت ممكن أن يؤثر سلبيا على البيتكوين، أم هل ممكن أن يفسر التراجعات ب6% التي رأيناها على البيتكوين الأسبوع الماضي؟ اوكي، بالنسبه للكوركشن الموست ريسنت كوركشن، خلينا نحكي ال 6% اللي صارت خلال الاسبوع الماضي، سببها الرئيسي كان انه الاس اي سي اللي كانت خلال السنتين الماضيين في بينها وبين شركه ريبل معركه قضائيه كبيره علشان عمله الاكس ار بي تحديدا، خسرت هاي القضيه، الان اعادت استئنافها، سببت شوك. كل مره بصير في عندنا قرار تدخل هيئه تشريعيه تحديدا بالولايات المتحده مع احدى شركات التعدين او الشركات القائمه على تطوير البلوك تشين او تطوير كريبتو كرنسي، بصير في عندنا شوك كبير كثير بالسوق، وبصير في كوركشن قوي. اما بالنسبه للاساسيات الجيوسياسيه اللي عم بتصير بباقي العالم، عم بتفيد العملات المشفره والبيتكوين على وجه الخصوص، لانه ما بدنا ننسى انه البيتكوين والعملات المشفره بشكل عام في نسبه كثير كبيره منها بي تو بي، يعني هي لا مركزية وتسمح التواصل والتراسل أو نقل الفاليو بين الناس بشكل مباشر دون الوسطاء. بالمرحلة اللي احنا فيها عم بنشوف سانكشنز بتزايد حول العالم، وعم بنشوف سانكشنز مش بس على الدول والشركات، أيضا على الأفراد بتقيد من حركتهم. العملات المشفرة قد تكون الباب الوحيد لهاي الشركات وهاي الدول إنها تتعامل بدون تدخل وسيط وبدون مخاطرة انه يتم تجميد اصولها او يتم اعتراض حركاتها، فهذا من دوره بيرفع نوع من انواع الطلب على البيتكوين.